والله هو الحمد لله ما كانش فيه مشاكل، بس هو كان فيه طلبات. هو الافارقه في الاكل بالذات طلباتهم كتير، يعني بيحبوا توابل معينه على الاكل جايبينها معاهم، بيطلبوا نوع انواع معينه من الاكل، حاجات كده. بس الحمد لله كل حاجه كانت متوفره والناس كلها مبسوطه وكلهم مرتاحين الحمد لله. البطوله دي الهاندبول بالذات الاعداد اكبر من البطوله اللي فاتت بتاعت الفولي، فنشاط الرياضي عامل مجهود جبار الحقيقه، واحنا بنحاول نريحهم ونبسطهم يعني على قد ما نقدر. وعملنا لهم كمان يوم سياحي، راحوا الاهرامات وانبسطوا جدا، ومفيش الحمد لله لحد دلوقتي اي شكاوى من اي حاجه، والناس كلها مبسوطه. ما كانش فيه اي حاجه صعبه غير بس تنظيم التدريبات والماتشات وحاجات كده، لان الفرق كتير، فكان مواعيد التدريب لكل الفرق بنحاول نظبطها على حساب كل ماتش، يعني على اساس كل ماتش مين هيلعب امتى ومين هيتمرن امتى ومين في الاول ومين في الاخر. فهي كانت صعبه شويه، بس الحمد لله القائمين على التنظيم ووضع الجداول اللي عاملين مجهود جبار، والناس ما بتنامش، والحمد لله البطوله طلعت بشكل كويس الحمد لله.